Normal. Trebuie. نضحى نشرب القهوة برا والبريكفاست. العائلة كلها هون مجتمع. مرحبا يا شباب. مرحبا بونجور. جلدنا هاي القشوة لإلي. هيدي كوفي نمبر 2. بتحكي مين عم تساعدك؟ خالد. في بعد وحدة هون. قالت شو هول؟ تفاح. تفاح؟ بس هول ما بيتاكلوا صغار كتير. الكبار جوز. جوز؟ بس هول كمان صغار. ميسا يلا are you ready exercise؟ Are you ready, Maisa? No. Yalla, Maisa. Last exercise is squat with punches. Let's get رايحين نركب على الخيل. هنحممها قبل ما نركب بنحممها وبس نخلص نرجع بنحممها مرة تانية. صراحة ما كنت أعرف هالمعلومة. صابون بس ما عم تبرم معنا ما بعرف ليه. عنا قال في غزال خلفت بدنا نروح نشوف. يلا جاية. ايه وهوليك ما بيقربوا؟ لا شو صغيرة.
تلعب لعبة اوكي لو خيروك بتقول فما يسام حضرت لي كم سؤال وانا حضرت لها كم سؤال رح نسألهم لبعض ونتحدى بعض. شو التحدي فيه؟ لو خيروك بين قتل حشرة او تكمل فيلم رعب. بتخاف من افلام الرعب بس كمان بتخاف قتل حشرة. شو بنقي يا مامي؟ بقتل الحشرة. لا كمل فيلم رعب. انا ومسكر عيوني. هلا انا بدي اسألك معاركة الدب او من مصارعة التمساح شو بتنقي؟ مفشي انا عم شوي تمساح. شو بيفتح تمه هيك وبياكلك فيه؟ ولا واحد. لا ما فيك بديك اختار اتعارك مع دان. التمساح. اذا خيروك بين انه تعرفي امتى رح تموتي او تعرفي كيف رح تموتي شو بتنقي؟ او امتى او كيف؟ يا مامي شو هالسؤال؟ ما هيك ايه صح. لا بفضل اعرف امتى وخلص كل شيء بدي اعمله. اوكي لو خيروك بين تقصي بصل او تلفي ورق عنب. بلف ورق عنب. من جد ما قصي بصل وبتخلصي دغري. ليه دخيلك عيونك بصيروا يحرقوا هيك؟ لا انا ما بحب قص بصل ابدا. بفضل لف ورق عنب. وخيروك بين انه تكوني رئيسة شركة فاشلة او تكوني موظفة بشركة ناجحة شو بتنقي؟ هلا اذا انا استلمت شركة نوعي تفشل. عم بقول لك ما بتفشل. يلا نقي شركة ناجحة. ايه انا كمان. لا تعملي لون سيارتك وردي او تعملي لون شعرك وردي شو بتنقي؟ بدي اخبركم انه انا لون الوردي ابدا ما بحبه. انت بدك تنقي او شعرك او السيارة. سيارة بنغيرها. انه تاكلي بيتزا. بيتزا. لو اما كفيلي كل ثانية اكيد بيتزا. اذا قالوا لك تنقي او بيتزا او ايس كريم بشكل دائم شو بتنقي؟ بيتزا. بيتزا؟ انا كمان. لو خيروك تعيشي قصة فيلم بتنقي فيلم اكشن ولا فيلم كوميدي؟ اكشن. انا بفضل فيلم كوميدي. بكاء والحزن او اكتساب الوزن شو بتنقي؟ حلو اكتساب الوزن. يعني انه بتضلك تبكي كل حياتك وزعلانة او انه تنصح؟ بنبسط على اللي باكل وبنصح. اوكي هلا لو خيروك بين الصداقة والحب شو بتنقي؟ الحب لازم يكون صداقة. انا بحس بختار الحب كمان لانه لازم يكون فيه صداقة كمان. لو خيروك بين الصداقة والحب انت شو بتنقي؟ يعني او الصداقة او الحب. الحب كلنا الحب بنحب الحب. حلو الحب. حكايتنا الكل بيلو من الاول حتى وين وليد؟ وليد شو عم تعمل؟ عم بغسل سيارته وليد. طيب ما قلت لي عجبتك التيشيرت تبعي الجديدة؟ بتصوروا فلوق او ما بتصوروا فلوق؟ ما حلوة هالطريقة. انا ما عم بمزح وحيط الله يعني بدك طفيها طفيها. هو ما عاد التيشيرتات انا مرتبين غير بلا هذيك المرة اللي بيصير سويت شيرت ببيروت ولا مش بوتي. مزبوط رديها حط لي عبوتي ولا غيرني له التيشيرت. وليد هلا لا مش هلا هلاك بتفوت فيك هاي ليه؟ جرب اشرب لشوف. لا يا اخي مش رب من عطول. لا خلص ما بدي في ديك ولا بس دجاجات. ما فينا نفوت. فينا نفوت لعندهم؟ ما يصفوت عند الدجاجات. يلا يا خالد ناطرينه ما يجيب لنا الحصان. واحد ما بيركب حصان اذا ما كان مقتنع فيه. هو حصان يعني حصان الثاني مش حصان الاول. بس هذا الحصان هلا ان شاء الله بيمشي حالك هلا. شو عم تعملي؟ عم
بعمل editing للفلوج هلا اللي رح يحضروا هيدا هو. وما تنسوا تحطوا لايك للفيديو اذا حبيتوه وتحطوا بالكومنت شو حابين تشوفوا بالفيديوهات الجايه. بحبكم كثير واشتركوا بالقناه تكرم عينك.